ألقى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ورئيس بلاده حسن روحاني خطابات بمناسبة العام الإيراني الجديد، حيث عربا عن وجهات نظرهما المختلفة بشأن اقتصاد البلاد. يصادف عيد نوروز ذات الظلال الربيعي، ويعد من أهم الأحداث في التقويم الإيراني. وفي هذا العام يأتي النوروز بعد التوصل إلى الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية بشهرين فقط، بينما تتطلع إيران إلى آفاق الاستثمارات الأجنبية في ظل رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد. وفي هذا الصدد دعا المرشد الأعلى الإيراني في خطابه للاعتماد على الذات، بينما حث رئيس البلاد حسن روحاني على التعاون مع العالم. ينبغي علينا ألا نكون عرضة للخطر في مواجهة تهديدات أعدائنا، وعلينا أن نخفض الخطر إلى صفر. أعتقد أن قضية الاقتصاد هي الأولوية في هذا الصدد. خلال العام الماضي تم رفع العقوبات المفروضة على الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الإيرانية، والتي تتمثل في الخدمات المصرفية والمالية والنفط والغاز والبتروكيماويات والتأمين والنقل وغيرها، وأصبح ظروف الأنشطة الاقتصادية لشعبنا أفضل الآن.